السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم مستر محمد الصرفي من كريتيف جروب فرع المنصورة في الجزء السادس من السيشن رقم 4، وعايزين نتكلم في الجزء ده على السموثنج جروبس في الايديتابل بولي. وعشان نشوف السموثنج جروبس دي تعالى نعمل بوكس بالمنظر ده كده. ممكن اقول له خليه لي 75 في 75 في 50 والسيجمنتس 5 في 5 في 5 بالمنظر ده. طيب بعد كده ممكن اقول له كونفرت تو ايديتابل بولي، ونمسك البوليجون اللي هنا ده كده مثلا وهقول له جرو، وبعد كده هقول له اعمل لي اكسترود للشويه دول وليكن 25 سم مثلا، واقول له اوكي بالمنظر ده. تمام، فين بقى السموثين جروبس اللي انا عايز اتكلم عليها؟ السموثين جروبس هتلاقوها تحت هنا في مربع هنا اسمه السموثين جروبس تحت الماتيريال اي ديز. طبعا الماتيريال اي ديز مش هنتكلم فيها الا لما نتكلم في الماتيريالز، وبالتحديد لما نتكلم على نوع ماتيريال اسمه المالتي سب اوبجكت. خلونا في السموثين جروبس كده دلوقتي. انا اي بوليجون هتعمل عليه سيلكت هتلاقيه بيقول لك ان البوليجون ده في الجروب رقم كذا في الجروب رقم كذا، فهو اوريدي هو مستخدم لي جروبس. يعني لو عملت سيلكت اول كده على البوليجونز بتاعي كنترول اي، هتلاقي ان هو مستخدم لي السموثنج جروبس من الجروب رقم 2 لغايه الجروب رقم 7. طيب انا هقول له كلير اول كده عشان انا عايز الجروبس دي انا اللي هعملها بايدي. هقول له خلي لي مثلا الفيس اللي فوق ده كده واقول له جرو، واقول له خلي لي الفيس اللي فوق الفيسز اللي فوق دي كلها كده تبقى في الجروب رقم 1. وممكن اجي من هنا كده واقول له دول بقى واشيل منهم دول، خلي لي دول كده يبقوا في الجروب رقم 2. وافتكروا الجروبس اللي احنا عملناها اللي فوق دول كان 1 واللي هنا دول كلهم 2. طيب كده فاضل لي دول، دول عايز اخليهم في الجروب رقم 3. تمام كده انا عندي دول في الجروب رقم 3 ودول في الجروب رقم 2 واللي فوق خالص دول في الجروب رقم 1. تعالوا بقى كده نحط على الكتلة بتاعنا دي تيربو سموث. اول لما تحط التربو سموث احنا عارفين التربو سموث بيعمل ايه، هو بيعمل سموثنج او بيعمل تنعيم، وهتزود الاتريشنز هتلاقي التنعيم زاد بالمنظر ده. تمام، طيب لغايه دلوقتي انا لسه ما اشتغلتش بالسموثنج جروبس. لو انا عايز اشتغل بالسموثنج جروبس لازم انزل تحت هنا على السيرفس باراميترز دي واقول له سيبريت باي سموثنج جروبس بالمنظر ده. اول لما اقول له سيبريت باي سموثنج جروبس هو هيحط السموثنج جروبس في اعتباره. بمعنى ايه؟ بمعنى ان اللي فوق دول كانوا في جروب رقم 1 فعمل لهم سموث، ولكن ما لهمش دعوه باللي في جروب رقم 2، عشان كده الاحرف ما بين جروب رقم 1 وجروب رقم 2 حاده. طيب البوليجونز اللي هنا دول والبوليجونز اللي هنا دول كلهم كانوا في جروب رقم 2، علشان كده تلاقي الحرف ما بينهم مش حاد، الحرف ما بينهم فيه تنعيم او فيه سموثنس. تمام، طيب دول هنا عندي في جروب رقم 2 والباقي اللي تحت دول كلهم في جروب رقم 3، فهتلاقي ان جروب رقم 3 فيه تنعيم بينه وما بين بعضه. يعني الفيس ده فيه هنا كيرف اهو ما عادش حاد، وهنا برضو كيرف، ولو جيت تبص تحت علشان الارضيه دي كانت معاهم في جروب رقم 3 برضو هنا في كيرفات، الارضيه عندي هنا مش حاده، انما دول في جروب رقم 3 انما دول في جروب رقم 2، فما فيش هنا تنعيم بين الجروبات المختلفه يعني. وهي دي وظيفة السموثين جروبس، وأتمنى أكون فدتكم وأشوفكم في فيديوهات جديدة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.